فالسرقة بالعراق يبدو أنها يعني ليست مؤطرة بإطار سرقة المال أو سرقة الأمور الأخرى، لكن هناك سرقة من نوع آخر، سرقة تحاول قناة الرابعة أن تهذب بعض الشركات وبعض القنوات وحتى بعض المواطنين حول الآلية الصحيحة لمشاهدة المباريات، المشاهدة الحلال، دعونا نقول المشاهدة الحلال. الشعب العراقي العظيم الذي نراه دائما ينتقد السياسي الفاسد والسياس السارق والمسؤول السارق، يجب عليه أولا أن يشاهد حلالا ومن ثم يتحدث عن السرقة. السرقة بها أشكال متعددة، وما تفعله قناة NRT والتي تسمي نفسها NRT سبورت أو NRT سبورت، وبشكل قبيح جدا طبعا تضع شعارات بفلوس الصورة، ثبتوا لنا الصورة أخوي وقف خلنا نحكي زين، بشكل قبيح تضع شعارات الدوريات العالمية، شوف دوري إنجليزي دور أبطال أوروبا، تعرف يعني فلوس المسؤولين مسؤولي القناة فلوسهم هواية يبدو يعني، ويشترون الحقوق، هذا ما يهمون به العالم. لكن الحقيقة بأن هذه القناة تسرق كل هذا المحتوى الذي تشاهدوه، تسرقها من قنوات أجنبية ثم تضيف عليها التعليق باللغة الكردية، وتحاول أن يعني تصل إلى 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 مشاهديها عن طريق هذه السرقة. وبالأمس أيضا قامت وبكل وقاحة بسرقة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية التي بثتها قناة الرابعة، ولها الحق الحصري بالشرق الأوسط يعني من المغرب العربي إلى الخليج، لها الحق الحصري قناة الرابعة ببث المباراة، قامت بسرقة المباراة من قناة أجنبية ووضعت عليها تعليق كردي، وتبجحت وتحججت بأن القصة لا تتعلق بالرابعة، لأنه هذا جهل، لأنه القائمين على القناة هم جهلاء أصلا، هم لا يعلمون أصلا بالإعلام ولا بالتسويق ولا بالحقوق، لأنه يعني مجموعة من الأشخاص الذين لا يفقهون شيئا، يفقهون شيء واحد ويجيدون شيئا واحدا، بأنهم يسرقون الحقوق الرياضية ويحاولون بثها بطريقة بإضافة تعليق كردي طبعا على الحدث. ونحن كقناة رابعة سنقوم بكل الدعاوى القانونية والقضائية في إقليم كردستان بالضد من قناة NRT وكل مؤسسة وكل شركة تسول لها نفسها سرقة الحقوق، ونبقى نوصفهم بالسراق، هم ومالكي هذه القنوات والمؤسسات سراق، ولا يخجلون ولا يستحون ويتبجحون بهذه السرقة، وسوف يدفعون ثمن هذه السرقة عاجلا أم آجلا. ويوميا من خلال برنامج صوت الملاعب سأبقى أذكر بأن قناة NRT قناة سارقة ومارقة، واعتدت على حقوق الآخرين على الرغم من أنها تبث بعض الأخبار التي تنتقد بها السياسيين وتدعي بأنها قناة تمثل الحقيقة والاعتدال، لكن بالواقع وبالباطن قناة سارقة وقناة تستحق العقوبة، وسوف تصل العقوبة لكم يا قناة NRT، انتظروا سوف تصل العقوبة لكم بالقانون. وفي إقليم كردستان سوف نحرك الشكاوى ضد قناة NRT وكل مؤسسة تسرق حقوق قناة الرابعة، هذه سرقة إخواني، هذه سرقة. من يأخذ القنوات الرياضية العربية ويعيد بثها ويضيف عليها تعليق، هذه سرقة. صورتنا أنا يعني بصراحة خجلت جدا حينما تواصلنا نحن كمؤسسة مع بعض الشركات العالمية من سمعة العراق على مستوى السرقة، يعني نحن موصومون بالسراق، أن العراق بلد يسرق الحقوق، لا يحترم الحقوق، لا يدفع الأموال وهكذا. في كل العالم هناك مبالغ مالية تدفع من خلال المشاهدة. هسه ايش قد المبلغ المالي؟ بالمناسبة هسه المبلغ المالي حتى اللي ممكن قناة الرابعة تخليه يمكن ما يطلع النرجيلة تشربها بالقهوة وتباع اللعبة، لكن هو الناس تعودت اعتادت على هذه الطريقة، هم يدفعون طبعا بطريقة أخرى، يعني أنتم تدفعون الأموال لهذه الشركات التي لا تدفع شيئا، يعني الكارثة كارثة هاي، أنتم ما تحسون بها. أنت تطلع 15,000 و 20,000 دينار شهريا لشركة بايقة الحقوق وما دافعة فلوس، تعطيها فلوس أصلا هم ما صارفين شيء يعني، فهذه كارثة حقيقية. يعني أتمنى على الجميع الذي يريد الاعتدال ويريد الحلال وينبذ السرقة ويريد أن
يكون العالم يكون العراق مثل العالم على مستوى الاحتراف، عليه أن يحترم قوانين الاحتراف. أما السرقة فمدانة، والرابعة عندنا عشرات الدعاوى، والحمد لله الكثير من الشركات انصاعت لهذا الموضوع وبدأت بعدم بث المواد المحظورة.